طيب نكمل في المحاضرة الأولى. يبقى احنا اتفقنا اللي احنا عايزين نعمل سيستم انتجريشن، واتفقنا ان كان في شوية طرق اتفقنا عليها ممكن نعملها، اللي هي حاجة زي الهب، حاجة زي كانت اسمها ايه، الاي اس بي، تمام، اللي انت تحط حاجة سنترلايز في النص، يعني مركزية وكله قاعد بيتواصل مع بعض عن طريق رسائل، تمام، حاجة كأنها رسائل يعني مختصرة. في برضو كانت الطريقة اللي هي المش، بس او اللي هي قصدي البوينت تو بوينت، يعني مش ممكن تسميه تانية ليها، بس هم قالوا هنا اللي هي بوينت تو بوينت، اللي هو كل واحد بيبقى متوصل بالتاني. طبعا جه في الاخر هو قال لك يعني كل الطرق دهيت ما كانتش عمليه لكذا سبب. احنا اتفقنا ان في الاول دهوت بوينت تو بوينت ده بتبقى صعبه جدا لما احنا لما العدد بتاع الايه السيرفرات اللي عندك تكتر، او اللي عندك بتاع الداتابيز مثلا يبقى عندك اكتر من داتابيز ومش عارف ايه، بقى عندك ايه اكتر من جهاز، وبالتالي الموضوع بقى ايه، اكيد الموضوع هيبقى صعب ان انت توصل كل واحد بالتاني يعني، تمام. جيت تجرب الهاب برضو قال لك ان كان في مشاكل في البرفورمانس، نفس المشكله في الاي اس بي برضو كان في مشاكل في البرفورمانس لما الابلكيشن يكبر مش عارف ايه. فعشان كده قال لك بقى ايه، ما تيجي نعمل طريقه، تمام، طريقه مرنه. يعني ايه طريقه مرنه؟ يعني نقدر نركب السيرفرات دي مع بعضها، او نعمل سيستم انتجريشن يعني، تمام، بس الموضوع يكون مرن جدا. لو مثلا انا محتاج اغير حاجه في اي سيستم ما يسببليش مشكله، لو انا مثلا عايز اشيل اصلا سيستم برضو ما يسببليش اي مشكله. يعني بكل بساطه ايه، اخليهم لوزلي كابلد. يعني ايه لوزلي كابلد؟ يعني كل واحد، تمام، كل واحد لوحده، كل قطعه كده من السيستم لوحدها تماما، ماشي، وبتتواصل بقى مع السيستمز التانيه عن طريق الاي بي ايز، عن طريق الكونكتورز، مش عارف ايه. انا عارف ان الاي بي ايز والكونكتورز احنا ممكن اصلا ما سمعناش عنهم، فعلشان كده ده الكلام ده هو دلوقتي. فعشان كده نبدا بقى في ايه، نشرح الحته دهيت مهمه قوي، اللي هي ايه الفرق ما بين الكونكتورز والاي بي ايز والكونتينرز والكلام دوت، عايزين نحاول ايه نفهمه، تمام. فيعني انا عديت الحته دي، انا عارف ان في شرح مبسط للاي بي ايز فوق، بس في شرح تاني ايه افضل تحت، فعشان كده انا عديت الجزء ده. بس طبعا احنا المعلومات اللي فيها هناخدها وزياده كمان، تمام. طيب فقال لك هو احنا اصلا بنعمل انتجريتنج الايه، اتفقنا اللي احنا بنعمل انتجريتنج، او اللي احنا بنركز على الفلو اوف داتا، ان الداتا تتنقل ما بين كل الاجهزه اللي عندي، سواء موبايل ابلكيشن، سواء سيرفر، سواء ويب ابلكيشن، وهكذا. برضو يعني زي اللي هو لارج فوليوم اوف داتا، او اللي بيسميها بيج داتا، هنتكلم عليها كمان شويه. اللي حاجه اسمها اي او تي، انترنت اوف ثينجز، يعني اي جهاز عموما بيطلع داتا، تمام، سنسورز، مش عارف ايه كلام من دهوت، كل الكلام ده برضو احنا عايزين نعمل له انتجريشن. عايزين نعمل برضو انتجريشن للويب ابلكيشنز، عشان احيانا في ويب ابلكيشنز بتبقى كبيره جدا، يعني ممكن توصل لاكتر من 50,000 دومين. حد متوقع يعني ايه 50,000 دومين؟ يعني مثلا عندك دومين زي جوجل دوت كوم، بس عندك جوجل دوت كوم سلاش كذا سلاش مش عارف كذا، حاجه فرعيه وبعدين جوجل دوت كوم، يعني عندك ايه عدد كبير جدا من الدومينز، عدد كبير جدا من الداتا، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل انتجريتنج للكلام ده. فقال لك ان الطرق بقى دلوقتي الافضل، او الطرق المودرن دلوقتي، ما عادتش بتعتمد على الاي اس بي، تمام. قال لك عشان السنترلايز دهيت يعني ايه هتسبب مشاكل بعدين، تمام، وممكن تسبب حاجه اسمها بوتل نيك، اللي هو يبقى في مشكله في البرفورمانس مثلا في جهاز معين، فيبطئ الدنيا كلها، البرفورمانس ما يبقاش كويس، ويعني عايزين طريقه جديده، تمام. فقلنا اللي احنا هنعمل ايه، احنا اتفقنا هنستخدم بطريقه الايه، او هنستخدم طريقه اللي هي اللي فوق اللي اتفقنا عليها دي، الاجايل ايه انتجريشن دي، تمام. طيب انا عايز اعرف بقى دلوقتي من غير تفصيل قوي، انا عايز اعرف ازاي هما بيتواصلوا مع بعض، تمام. عايزك بقى دلوقتي تسيب السلايد دي خالص، مش محتاجها، وتبص على اللاب بتاعك، بص كده على جنب اللاب بتاعك وانت بتسمع الفيديو، بص كده على جنب اللاب بتاعك، تمام، الجنبين، شايف ايه؟ شايف الوصلات بتاعت الشاحن، واللي هي الوصله بتاعت الماوس، ولو في وصله بتاعت السماعات، او لو ورا اللاب مثلا، احيانا برده ورا اللاب ممكن يبقى في وصله مش عارف اتش دي ام اي. شايف الوصلات اللي عندك في اللاب دي، تمام. طيب شايف الماوس اللي انت موصله، او شايف الشاحن اللي انت موصله بالوصلات دي، شايفه، تمام. طيب شايف الشاحن وانت موصله بالكهرباء، موصله باللاب، صح. سيبك من اي حاجه دلوقتي، ماليش دعوه الا اللي احنا شايفينه دلوقتي. انا عندي لاب عنده شويه وصلات، وصلت سلك، وصلته بالايه، بالكهرباء مثلا او كده. عايزين نطبق الكلام ده هوت على السيستم انتجريشن ازاي بقى؟ بص، هو الوصله ده هي بتاعه اللاب ده بتعمل ايه، بتعمل ايه؟ بكل بساطه هي عباره عن واجهه كده، علشان انت لما تحط
الشاحن مثلا بتاعك، تمام، تقدر تتعامل مع حاجه جوه اللاب. ايه هي الحاجه اللي جوه اللاب اللي انت تزود الشحن او اللي انت تشغل السماعه، صح ولا لا؟ يبقى هي حاجه تخص جوه اللاب، يعني هي حاجه تخص اللاب جوه بس ايه موجوده كده بره عندك، صح ولا لا؟ حاجه مثلا بتشحن او حاجه بتوصل اتش دي ام اي، اي حاجه يعني، تمام. يبقى هي ايه، حاجه بتمثل فانكشناليتي معينه جوه عندك في اللاب. جميل. طيب السلك اللي انت بتوصله، تمام، دي الحاجه اللي انت استخدمتها علشان توصل داتا او يعني تشغل اللي انت عايز تشغله، سواء مثلا انت بتشحن ولا حاجه عشان توصل الكهرباء، تمام. طيب شحنات الكهرباء اللي بتدخل عندك في اللاب، واخد بالك برضو من الحته دي؟ يبقى نقسم كده الحته ديت بالراحه، تمام، ونشوف كده الصوره دي كانت جميله اهو. اللي بره ده هوت، مش احنا اتفقنا اللي هي بتمثل فانكشناليتي جوه عندك في اللاب، صح؟ دي اسمها الاي بي اي. هي دي فكره الاي بي اي بالظبط، وسيلة علشان توصل لحاجة جوه عندك في اللاب، تمام. هل انا احتجت ان انا اخترع حاجة بتشحن جوه ال مثلا الايه السماعة بتاعتي؟ لا طبعا، انا ماليش دعوة. السماعة كل اللي هي عملته وصلت باللاب، تمام، وخلاص، هي كده خدت الفانكشناليتي اللي عندك. فبنت دلوقتي بدأت تسمع الصوت بتاعي، صح ولا لا؟ يبقى انت عندك اي بي اي اللي هي دهيت، اللي هي تعتبرها اللي هي الوصلات. جميل. الكونكتورز اللي هو الكابل بتاع الشاحن او بتاع السماعه بتاعك، تمام. والداتا ستريم اللي هو المعلومات اللي بتتنقل، سواء صوتي سواء الشحنات الكهرباء او كده. خلاص، يبقى احنا دلوقتي عرفنا كذا حاجه مهمين جدا، تمام. ايه هي؟ اول حاجه الكونكتورز، الحاجه اللي بنستخدمها علشان يتواصلوا مع بعض، هو كومبوننتس انتر اكت، زي السماعه بتاعتك مثلا بتتواصل مع اللاب، تمام. فين الابلكيشن بروجرامنج انترفيس اللي هي الاي بي اي، اللي هو علشان تقدر توصل لفانكشناليتي معينه جوه عندك في، او سيرفيس معينه جوه عندك في اللاب، صح ولا لا؟ اللي هي لو تشحن، لو تسمع الصوت او كده، مش كده؟ طيب الداتا ستريم اللي هو لو انت عايز اللي هو الفلو اوف انفورميشن، سواء الانفورميشن بتاعت الصوت او الانفورميشن بتاعت الايه الشاحن او كده. فاحنا طبقنا كل الكونسبتس دهيت بس على السوفت وير. يبقى شايف الطريقه اللي احنا عملناها كده، احنا هنطبقها على السوفت وير. يعني مثلا عندي دلوقتي ويب سيرفر، الويب سيرفر ده هو بدا يوفر فانكشناليتي لاي حد يجي يطلبها. بمعنى ايه؟ خلينا دلوقتي نبص بصه دلوقتي على بروجكت، مش محتاج تعرف الحاجه اللي انا هفتحها دي عباره عن ايه، تمام. هنا تعالى كده نشوف كده في حاجه اسمها اي بي اي، فين بي اتش بي. انا بقول ده بالمناسبه بي اتش بي لارافيل، يعني انا بقول يا لما حد يجي يطلب ده سيرفر، تمام، ده سيرفر. انا بقول لما حد يجي يطلب منك سلاش سيكشنز، فانت هتبعت له مجموعه السيكشنز دي جايه من الداتابيز، عباره عن 5 مجموعات مثلا ولا حاجه، وهترجع له دهيت. فهو كده هيرجع ايه؟ هيرجع مجموعه من المعلومات. يبقى زي المثال اللي احنا خدناه بالظبط، اللي انا كان عندي اي بي اي في اللاب بتاعي، صح ولا لا؟ وصلت وصله، تمام، جالي الايه المعلومات على شكل داتا ستريم، صح ولا لا؟ طب ما تيجي برضو نشوف، خلينا نشغل السيرفر هنا بي اتش بي ارتن سيرف، تمام. عايز اوريكم بس اللي هو الشكل اللي هيطلع لك ايه. الله، ليه بقى؟ سوري، هنفتح بس الاس كيو ال تاني، هو شكل فيه ايرور. طب دقيقه واحده، طيب نكمل. طبعا للاسف كان في بس مشكله في نسخه البي اتش بي عندي، كانت قديمه شويه، بس انا خلاص يعني عملت لها ابديت. المهم كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول دلوقتي اللي احنا عندنا ده السيرفر، تمام. انا دلوقتي بعمل السيرفر، جهازي ده هو السيرفر، وعندي شويه فانكشناليتي معينه. ان الفانكشناليتي دي مثلا بتجيب شويه ايه، شويه بيانات مثلا من الداتا بيز اسمها ايه سيكشنز، وبترجعها يعني، تمام. انا هنا بقى بقول ايه؟ انا بقول له يا سيرفر، اي حد يجي يطلب منك يقول لك سلاش سيكشنز، تمام، يروح لك للاند بوينت دي اسمها اند بوينت، تمام. مثلا جوجل دوت كوم سلاش سيكشنز، بس هنا بقى السيرفر بتاعي اسمه 127001، وبالتالي اي حد هيروح ل 127001 سلاش سيكشنز المفروض ارجع له الحاجات دي. دي اسمها ايه بقى اللي انا بعمله ده؟ اسمها ايه؟ دي اسمها اي بي اي. بدل ما انا اروح لاي حد دلوقتي، نفترض ان انا دلوقتي عندي 4 موبايل ابلكيشنز وسيرفر، تمام. الاربعه موبايل ابلكيشنز دي عايزين ياخدوا شويه داتا، اللي هي الداتا اللي اسمها سيكشنز دي. بدل ما انا اروح اكرر الكود ده هوت في كل موبايل ابلكيشن فيهم، اعمل ايه؟ اخلي السيرفر بتاعي
يرجع السكشن زيز واعمل اي بي اي، دي اسمها اي بي اي، بحيث ان الموبايل ابلكيشن يجي يطلب يقول لي يا سيرفر عندك اند بوينت اسمها سلاش سكشنز، هقول له اه عندي. طب هيقول لي ايه؟ طب انا عايز البيانات اللي فيها، اقوم انا مرجع له كل البيانات اللي في السكشنز. خلينا كده نشوف فعلا هل الكلام ده صح ولا لا. انا دلوقتي شغلت السيرفر، والسيرفر بتاعي اسمه 127001 ايه في البورت 8000 سلاش سكشنز، تمام؟ ونعمل سند. شوفوا عمل لي هنا ايه؟ اهو رجع لي قال لي الداتا الاي دي بتساوي واحد، النيم مش عارف كذا. هل انا اتعاملت مع الداتا بيز بشكل مباشر في الموبايل ابلكيشن بتاعي؟ ده كانه موبايل ابلكيشن، تمام؟ ده محاكي للموبايل ابلكيشن. هل انا اتعاملت بشكل مباشر مع الداتا بيز في الموبايل ابلكيشن بتاعي؟ لا. امال كل اللي انا عملته ايه؟ انا رحت للاند بوينت، اللي هي رحت للاند بوينت دي، تمام؟ دي اسمها اند بوينت. رحت للسيرفر قلت له هل انت عندك الاند بوينت دهيت؟ قال لي اه عندي. قال لي طب، قلت له بقى ايه اللي هو الموبايل ابلكيشن؟ قال له ايه؟ طب رجع لي الداتا اللي فيها. قام رجع له الداتا دي. هي دي بالظبط فكره الايه؟ فكره الاي بي اي. ما حدش كان يعني استحاله حد يفهمها الا لو هو شافها بعينه، اهو شاف السيرفر، اهو معرف الاي بي اي، شاف الحاجه اللي بتنادي على الاي بي اي وبترجع الداتا. بس كده يبقى انا كده اخدت فانكشناليتي معينه او اخدت داتا معينه من الايه؟ من السيرفر، تمام؟ هو ده قصة الـ API كلها. طيب كنا فين؟ كنا بنكمل بقى، نبدأ نكمل نشوف احنا كنا واقفين فين. وقلنا اتفقنا ان الداتا ستريمز، طب الداتا ستريمز هنا هتعتبر ايه؟ اللي هي الداتا نفسها، الداتا اللي موجودة. امال API ايه؟ الـ API هو ده، هو ده هو اللي انا مكوده هنا، ده اللي هو سلاش سيكشنز هيرجع كذا. هي دي الابلكيشن بروجرامنج انترفيس، دي اللي عامله زيها ايه؟ زي الوصلات اللي عندك في اللاب، تمام؟ الداتا اللي هي الصوت او الشاحن اللي بيوصل، تمام؟ طيب نبدا بقى نكمل. وهو قال لك طبعا ان في ده كتاب يعني اسمه انتربرايز انتجريشن باترنز، يعني وانت بتعمل انتجريشن للسيستم بتاعك ممكن يواجهك شويه مشاكل، فده هو الكتاب دوت ممكن يساعدك ازاي ايه تتغلب على المشاكل دي يعني. طبعا مش علينا يعني، بس ايه لو حد عايز يزود معرفته يعني. طيب كل اللي انا عملته ده هوت ليه برضه؟ محدش فاهم لغايه دلوقتي ليه انا قعدت اعمل كونكتورز واي بي ايز ومش عارف ايه. يا عم طب ما في ايه؟ ما تروح كده في البروجرام اللي عندك في السي شارب، تقوم مثلا كاتب الابلكيشن كله في مكان واحد، تمام؟ والله زي الفل كده، ويلا تمام، ونزله للعميل واعمل له ديبلويمنت. ليه انا قاعد بعمل الحوارات دي كلها وبتقول لي كونتينر وبتقول لي مش عارف كذا وبتقول لي اي بي اي؟ ليه؟ علشان اعرف احقق كونسبت مهم جدا اسمه كلاود نيتيف اركيتكتشر. يعني ايه كلاود نيتيف ابلكيشن؟ كلاود نيتيف ابلكيشن بكل بساطه انا بخلي الابلكيشن بتاعي عباره عن، بدل ما هو كله موجود في حته واحده على سيرفر واحد او كده، لا ده انا بخلي الابلكيشن عندي عباره عن شويه خدمات. دي مثلا هحط الحته دي كانها خدمه، ودي خدمه، ودي خدمه، دي خدمه، واخلي كل خدمه ابلكيشن لوحدها او كيان لوحده، انتيتي لوحده، وهم قاعدين بيتعاملوا مع بعض على انه عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الكونكتورز والاي بي اي اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها من ساعتها. افهم كده ان الاجايل انتجريشن هدفها كلها ايه؟ او من اهدافها الرئيسيه ايه؟ اللي هي تحقق الكلاود نيتيف ابلكيشن، ان هي تعمل ابلكيشن عباره عن اجزاء صغيره مستقله عن بعضها كانها مايكرو سيرفيس بتتواصل مع بعضها الاي بي اي والمسجز. كل سيرفيس او كل ابلكيشن صغير هيتعامل او هيتعامل بطريقه سي اي سي دي، برده اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الاول لما انا قلت كونتينوس انتجريشن كونتينوس ديفلوبمنت، اللي هو كذا حد بيرفع على جيت هاب، وجيت هاب بيعمل مش عارف الاكشنز وبيتاكد من تيست والكلام ده هو. كل الكلام ده عشان يحقق في الاخر كلاود نيتيف ابلكيشن. وانا اصلا بعمل الكلام ده بقى ليه اصلا بعمل كلاود نيتيف ابلكيشن؟ علشان احنا كل اللي احنا قاعدين بنتعامل معاه الفتره اللي فاتت سواء في كلية او في غيره، احنا بنتعامل مع ابلكيشنز صغيره، يعني مثلا بلوج مش عارف ايه، حاجه صغيره، ما بنتعاملش مع سيستم كبير. ما حدش اتعامل قبل كده مثلا مع حاجه زي مثلا انتربرايز زي فيسبوك مثلا، عندهم كذا ويب سيرفر وعندهم كذا كلاود وعندهم كذا، عندهم موبايل ابلكيشن اي او اس وواحد مش عارف اندرويد ومش عارف كل الداتا بتبقى مع بعض. الموضوع لما اتعقد كده لازم اللي احنا نعمل طريقه تانية اسمها الاي كلاود نيتيف ابلكيشن. عشان كده احنا استخدمنا الاجايل انتجريشن واستخدمنا الاي بي ايز ومش عارف ايه وكونكتورز والكلام دوت، تمام؟ طيب نبدا بقى نتكلم دلوقتي على البيج داتا، تمام؟
احنا اتفقنا ان ابلكيشن او يعني سيستم بالحجم ده هوت هيبقى فيه داتا كتير جدا، تمام؟ والداتا يعني هيبقى حجمها كبير، هتبقى متنوعه، يعني مثلا عندك سترينج، عندك انتجر، عندك جيسون، عندك مش عارف ايه، احجامها مختلفه ونوعها مختلف، احجامها كبيره، تمام؟ محتاجين سرعه. لما انت بتدخل على فيسبوك مثلا، بيدخل في قد ايه؟ لو انت عندك نت كويس يعني بيدخل في 5 ثواني، صح ولا لا؟ يعني بكتير ده على طول بيروح بيشوف الداتا بتاعتك، ايوه دي صح، يعني مش مثلا بيقعد ايه بتاع ساعتين ثلاثه، اصل معلش يقول لك اصل الداتا عندنا كتير فهتعمل لوجين بس في ساعتين ثلاثه. طبعا ما فيش الكلام ده ليه؟ عشان هم عرفوا يهندلوا البيج داتا اللي عندهم بشكل كويس، تمام؟ يبقى البيج داتا عباره عن داتا بس تو لارج، كبيره قوي او معقده قوي، يعني كومبلكس قوي. طيب هي بيج داتا بتفرق في ايه؟ طبعا اتفقنا ان الداتا دي فاليبل، لازم اللي احنا يعني نعملها بروتكت عشان برايفسي وكده، لازم نعملها بروسيس بشكل صحيح، نشوف الداتا اللي احنا محتاجينها واللي مش محتاجينها نسيبها. الريل تايم انفورميشن، يعني حاجه زي النوتيفيكيشن مثلا، لو انا دلوقتي عملت كومنت على بوست انت كاتبه هيجي لك في ثانيتها، صح ولا لا؟ يبقى في ريل تايم انفورميشن، ده حاجه مهمه جدا برضو، بتخلي اليوزر اكسبيرينس كويسه. وبرضو اللي انت بتقلل الكوست. وطبعا في حاجه تانية زي ما فيسبوك بيعملها، اللي هو بيعمل اناليسز. اناليسز ازاي؟ يعني هو مثلا انت ازاي بتكون بتدور مثلا على حاجه، او بتكلم واحد صاحبك على الواتس، او مش عارف بتعمل حاجه معينه مثلا على سوق، بتدور مثلا على لاب، هتيجي تفتح الفيس هتلاقي الاعلانات متغرقه كلها لابات، يعني بيقول لك شوف اللاب كذا، شوف اللاب. طب هو عارف منين؟ عارف منين؟ عشان هو عارف يعمل اناليسز لاحتياجاتك ومتطلباتك والداتا اللي انت بتبعتها مثلا، فهو ربط الكلام ده هوت بالاعلانات اللي بتتبعت لك. يبقى ده هي بتزود فاليو، يعني بتزود فاليو كبيره جدا للاورجنايزيشن بتاعته، صح ولا لا؟ طيب وبالتالي مثلا حاجه زي البيج داتا انسايز ده اللي انا بتكلم عليه، انت بتحل مشاكل، تمام؟ عن طريق اللي انت بتعمل اناليسز للداتا وكده، وتقدر تعمل بريدكت للكاستمر بيهيفيرز، اللي انت تشوف الكاستمر هيبقى ممكن يحتاج ايه، ممكن تخمن له مثلا حاجه هو ممكن يحتاجها بعدين، مش هو مش محتاجها دلوقتي، بعدين تقول له ده ممكن يكون مثلا هو كان اشترى لاب من شهرين، يبقى هو اكيد دلوقتي محتاج شنطه لاب، فهو يجيب لك اعلانات لشنطه لاب. هم فعلا بيشتغلوا كده، مش هزار يعني. فده هيت كلها جزء من البيج داتا اناليتكس والاي تي اوبتمايزيشن، اللي هم بيحسنوا البيزنس بتاعهم، عايزين يعلوا البيزنس بتاعهم، وبالتالي بيتعاملوا مع البيج داتا بشكل صحيح، تمام؟ الداتا ليكس، يعني ايه الداتا ليك؟ بكل بساطه عباره عن ريبوزيتوري، يعني عباره عن ايه؟ المستودع، يعني عباره عن مكان كده، تمام؟ في نسخ كتير قوي من الداتا بتاعتك، تمام؟ موجوده في مكان واحد. بنعمل الكلام ده هوت ليه؟ خلينا نقرا كده ونشوف. اللي هو بيجيب لك فيو اوف يور داتا عشان يوريها لك، تشوف لو انت محتاج تشوفها او كده، او لو هم محتاجين يعملوا اناليسز عليها. لو الاناليست يعني لو الاناليست بتوع الاورجنايزيشن بتوع فيسبوك مثلا عايزين يعملوا اناليسز عليها، يطلعوا حاجات زي ما احنا قلنا من شويه، يبقى هو عباره كانها مصنع داتا، تمام؟ او مكان لتخزين الايه؟ المكان لتخزين الداتا. طيب يعني مش خصتنا قوي برضو. الداتا سوامز بكل بساطه اللي انت يعني ايه ده، انت جمعت بقى معلومات كتير قوي قوي يعني زياده عن اللزوم، فخلاص انت بقى عندك جنك، يعني بقى عندك حاجات انت ما كنتش محتاجها اصلا، بقت ان اكسسبل مثلا، بقت غاليه قوي، بقى كلها معلومات غير مفيده، يعني ايه انت الموضوع كانه ايه قلش معاك، فاهم قصدي؟ فالداتا ليكس لما انت ما بتتعاملش معاها بشكل كويس، لما الاورجنايزيشن ما بتتعاملش مع الداتا ليكس بشكل كويس، بتتحول لداتا سوامز، تمام؟ ما تيجي نبحث كده نشوف داتا سوامب يعني ايه بالانجليزي، تقريبا شكلها غابة مثلا ولا حاجة. المهم عشان ما نبعدش قوي عن الموضوع، يبقى الداتا سوامز هي عبارة عن داتا ليكس بس بقت ان اكسسبل، او بقت ايه يوزلس، يعني بقت جانك بكل بساطة، بقت ايه؟ بقت جانك. طيب نيجي ندخل في حوار تاني مهم جدا 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 وهتسمعه كتير، اللي هو المالتي تيننسي. طيب يعني ايه مالتي تيننسي؟ فكرة المالتي تيننسي اللي انت تقدر توفر لليوزرز اللي عندك يعني ايه الريسورسز او الاكسبيرينس، زي كأنه واحد بس هو اللي بيتعامل مع السيستم، وهم في الحقيقة مليون واحد بيتعامل مع السيستم. بمعنى اللي انت خليت عملت تكنولوجي او عملت طريقة بحيث ان كل يوزر يبقى له طريقة تعامله مع الداتا
تبقى مستقلة تماما عن مثلا لو 20 مليون واحد بيتعامل مع الداتا. انت كده كده انت بتتعامل بنفس السرعة، بتتعامل بنفس الاداء والبرفورمانس كويس وكل الكلام ده. بتحقق ده ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها المالتي تيننسي. وطبعا ده حوار كبير قوي، ممكن تعمل عليه سيرش وتقرأ عنه كده، تقريبا اللينك ده هو يعني موجود عشان كده. تمام، يعني ده ممكن يشرح مثلا في بتاع ساعتين ثلاثة يعني، فعشان كده مش هشرحه قوي يعني، هو اصلا هنا ما اتشرحش قوي. المهم، يبقى طبعا في تشالنجز ان الداتا كبيره، عارفين الكلام ده هوت، وان الموضوع كومبلكس، الداتا بقت كومبلكس، وبالتالي انت محتاج الداتا ساينتست والداتا انجينيرز بيحاولوا اللي هم ايه يعني، الداتا ساينتست مثلا بيعملوا اناليزنج للداتا، بيشوفوا الداتا اللي عندهم علشان يطلعوا بمعلومات او كده. ده في حد ذاته تشالنج زي ما اتفقنا، علشان الداتا بتبقى كبيره في الحجم ومتنوعه والكلام اللي احنا قلناه ده يعني. الانجينيرز بيحاولوا يجمعوا او يشوفوا يعني يعملوا تول كويسه عشان يجمعوا اصلا الايه الداتا دي، او يعملوا حاجه زي بايب لاين، ماسوره ايه، ماسوره داتا. حد فاهم قصدي؟ اللي انا بعمل ماسوره داتا بتجيب لي كل الداتا اللي اليوزر مثلا دخلها، بعمل اداه معينه بتجمع لي كل الداتا ده هي. بعد ما يجمعوا لي الداتا دي بيودوها لمين؟ للداتا ساينتست. تمام، يعملوا ايه؟ يعملوا بقى الاناليسيس بقى، ويعملوا الانسايتس والريكومنديشن سيستم ومش عارف ايه وهكذا. عشان كده مثلا حاجه زي نتفليكس مثلا، على حد جرب نتفليكس هتلاقي مثلا اتفرج على مسلسلين ثلاثه، جه يفتح نتفليكس للمره مثلا الثانيه اللي بعدها يعني، هيلاقي ان في ايه، في ريكومنديشنز كتير جايه له قريبه من اهتماماته. ليه؟ عملوا اناليسيس للمسلسلات اللي انت شفتها. تمام، قالوا اه يبقى ده اكيد بيحب مثلا الدراما، لا ده اكيد بيحب مثلا الاكشن، فانا هجيب له حاجات كتير دراما وايه واكشن وهكذا. بس طبعا الموضوع معقد عن كده يعني. طيب، يعني تسأل نفسك شوية أسئلة لو أنت داتا ساينتست وعايز تعرف مثلا، عايز تعمل انتجريشن أو كده للداتا اللي عندك، أو عايز تشوف تبدأ تعمل أناليسز يعني. فهل الداتا سورسز دي ريلايبل يعني أقدر أثق فيها فعلا، ولا ممكن تكون فيها أخطاء؟ هل الأركيتكتشر دي يعني هتساعدني إن أنا أعمل داتا تكنولوجي تجمع لي الداتا يعني وكده. المهم يعني شوية أسئلة تبقى إيه، تبقى تسأل نفسك يعني. زي حاجة مثلا، هل أنا هحتاج أعمل كلاود خاصة بال يعني، هل السيستم بتاعي هيحتاج كلاود مثلا على ال كلاود داتابيس كلاود مثلا ولا حاجة أو كده، ولا عادي نمشيها أي حاجة تانية وهكذا. تسأل نفسك شوية أسئلة يعني عشان تطلع بقى أحسن أداء وأنت بتعمل إيه، سيستم انتجريشن. تمام، طيب قال لك في كذا حاجة، أو في بيلدينج بلوكس أوف أ سكسسفول بيج داتا استراتيجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك اللي انت علشان تضمن ان انت تتعامل مع البيج داتا بشكل كويس وما تحولش لسوامز زي ما احنا اتفقنا من شويه، عايزك تاخد بالك من 3 حاجات. تمام، وعلى فكره 3 حاجات دي احنا هنتكلم عليها كمان شويه بشكل مفصل، فانا ممكن اعديها دلوقتي بسرعه. اول حاجه الاستورج، المكان اللي انت هتخزن فيه الداتا. تمام، ده حاجه واضحه يعني، انت اكيد هتخزنها في مكان، سواء على هارد مثلا، او على مثلا يعني بقول مثلا هارد، على فلاش، على مش عارف ايه وهكذا. الكلاود، هل انت هتحتاج كلاود مثلا خاصة بيك؟ تمام، وهنعرف كمان شوية يعني ايه كلاود بشكل مفصل. واللي انت هتحتاج تشتغل على الكونتينرز. ال3 حاجات دي لسه هنتكلم عليها بشكل مفصل اكتر بكتير يعني. طيب، طبعا ده جروب، ده قصدي كورس لهواوي، البيج داتا كورس مخصص اصلا ليه، بيتكلم بقى عن الموضوع بالتفصيل. تمام، لو حد مهتم بيه ممكن يشوفه يعني، بس صراحة انا ما بحبش كورسات هواوي. المهم، هنا بقى نيجي ايه، نيجي لجزء اللي احنا نبدأ نفهم الكلاودز. تمام، مش احنا اتفقنا ان الكلاودز دي حاجة مهمة علشان اطبق البيج داتا استراتيجي؟ صح، الكلاود اللي بقى عايزين دلوقتي نفهم الكلاود اكتر. طيب، الكلاود عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي انت بتشير الريسورسز بتاعك في سحابة تخيلية، في مكان تخيلي، مكان تخزين تخيلي موجود على الايه، على النتورك عموما او على الانترنت. تمام، بيفيدك في ايه؟ بيفيدك اللي انت يعني اللي انت ايه، اللي انت ترفع مثلا شويه ريسورسز عليه، حاجه زي مثلا جوجل درايف. جوجل درايف ده على فكره مكان التخزين دوت يعتبر كلاود. ليه؟ انا دلوقتي لو رفعت مثلا حاجه عليه وانت دخلت على اللينك بتاع جوجل درايف، هل انت هتشوفها؟ اه طبعا هتشوفها. تمام، يبقى انا دلوقتي عملت شير للريسورسز، وانت عرفت تجيب الريسورسز دهيت، يبقى احنا كده بدأنا نتعامل مع كلاود. تمام، بنأكسس، طالما احنا بنأكسسها عن طريق النتورك يعني عن طريق النت، يبقى دي بقت كلاود. يعني انت اكيد يعني مش بتروح لسيرفرات جوجل وبفلاشة تقول لهم معلش اصل واحد زميلي رفع لي حاجة، لا طبعا، انت على طول بالنتورك كده، انت بتجيب تفتح اللينك
بتشوف الحاجه اللي موجوده، بتحمل الريسورسز اللي موجوده وزي الفل كده خلاص. اكروس الايه؟ اكروس النتوركس، يعني عن طريق النتوركس. تمام. طيب نتكلم تاني برضو تقريبا الرابع مره عن الكلاودز. ماشي. كلاودز والاي تي انفايرمنت ابستراكت بول اند شير سكيلبل ريسورسز، زي ما احنا قلنا اللي احنا بنعمل شير ريسورسز بشكل يعني مختصر يعني على الايه، على النتورك، او بنقدر نوصل له عن طريق النتوركس. Clouds are usually created to enable cloud computing، يعني احنا بنعمل الحوار دهوت عشان enable cloud computing. ويعني ايه بقى cloud computing؟ يعني اللي انت ممكن ترن اصلا سيستم كامل على الكلاود دهوت. بمعنى ايه؟ حد سمع قبل كده عن امازون ويب سيرفيسز مثلا؟ AWS. AWS ده هي ممكن افتحها يعني لو كان في وقت. بيخليك، بيديك كانه يعني كانه بيديك كمبيوتر خاص بيك، بس انت بتعمل اكسس على الكمبيوتر دوت عن طريق النت. حد متخيل انا بتكلم في ايه؟ يعني عارف، شايف اللاب اللي قدامك اللي انت قاعد عليه دهوت، هو بيتيح لك لاب كمان بس على الكلاود، تقدر تاكسسه عن طريق الايه؟ الكلاود. ازاي؟ انا ممكن اوقف الفيديو واوريك مثال للحوار دهوت عشان تتخيل معايا كده. طيب نكمل. يعني هو انا فتحت المفروض من AWS، ده المفروض يكون جهاز، يعني المفروض يظهر لي هنا تيرمينال، والمفروض يظهر لي هنا كانها ديسكتوب عادي جدا، بس هو الظاهر مش عارف، ممكن يكون في مشكله عندي في الايه، في الجهاز يعني. فهو ده كلاود كومبيوتنج، انت تقدر عن طريق الكلاود. تمام. شوف انا واقف على ايه؟ انا واقف على يعني حاجه HTTPS، يعني واقف على URL عادي جدا. تمام. وده هو كان المفروض يعني طبعا يبقى جهاز. ماشي. فالفكره بقى من الموضوع ده هوت ايه؟ اللي انا عرفت ان انا اكسس الجهاز بتاعي. تمام. هنا يعني عرفت اكسسه عن طريق الكلاود، يبقى هو ده فكره الايه، الكلاود كومبيوتر. طيب نقدر نكمل. قال لك انواع الكلاودز طبعا مختلفه، وكنا اخذنا شويه منها كده في ماده الاي تي. تمام. اللي هي اول حاجه البابليك كلاود، يعني حاجه زي جوجل درايف مثلا لما تخليه بابليك، اللي هو انت تقدر تعمل ريسورسز واي حد يقدر اللي هو يدخل وايه ويعني ياخد الريسورسز دي او يعمل بيها اللي هو عايزه يعني. في برايفت كلاود، لا دي بتكون خاصه بيك اكتر، ما حدش يقدر ياكسسها الا انت، زي حاجه زي دي مثلا. تمام. بس هي يعني هي منطفيه دلوقتي شويه. في عندك هايبرد، يعني بيبقى في عندك كده وكده الحاجتين موجودين، يا برايفت او بابليك. ممكن برضو زي جوجل درايف، جوجل درايف انت ممكن تخليه بابليك او برايفت. تمام. وفي حاجه اسمها مالتي كلاود، مور ذان وان كلاود، اللي هي بابليك اور برايفت. ماشي. طيب امال ايه الهايبريد with some degree for cloud portability؟ لا الفرق ما بين المالتي كلاود والهايبر كلاود هبقى ادور عليه ان شاء الله عشان مش متاكد قوي منهم يعني. ماشي. المهم فانت ازاي بتبني الكلاود؟ يعني مفيش طريقه وحيده ممكن تبني بها كلاود، بس هو كل كلاود طبعا بتحتاج اوبريتنج سيستم معين. يعني انا هنا على فكره انا شغال هنا على اوبريتنج سيستم اوبونتو، هو لو حد شايف. تمام. انا ما اعرفش الصراحه هو مش بيعمل كونكت ليه. المهم يعني هو دلوقتي شغال، انا على شغال على سيرفر عندهم. تمام. شغال باوبونتو وانا بعمل اكسس عليه عن طريق الكلاود. حد فاهم انا بعمل ايه؟ اهو انا بكونكت على سيرفر اوبونتو عند امازون. تمام. عن طريق الكلاود. يبقى هو طبعا هيحتاج هنا ايه؟ هيحتاج اوبريتنج سيستم. تمام. ولو عملت الكلاود يبقى انت تقدر تعملها زي ما انا عملت من شويه، اللي انا اكسست عن طريق النتورك. في بقى ريبوزيتوري في اي تي ريسورسز، في موارد معينه، في رام مثلا، في ستورج معينه فيه، وهكذا. تمام. طيب الكلاود سيرفيسز بقى، ودي نقطه مهمه قوي يعني عايز اركز عليها. كلاود سيرفيسز في اكتر من نوع. يعني مثلا حد بص، في حاجه اسمها كلاود بروفايدرز، قبل ما نقول السيرفيسز، في حاجه اسمها كلاود بروفايدرز زي الاي دبليو اس اللي انا واقف عليه من شويه ده اهو، اللي هو بتاع امازون، او مثلا عندك بتاع جوجل. تمام. او عندك حاجه اسمها علي بابا كلاود، عندك مايكروسوفت ازور. يعني عندك اكتر من حد بيقول ايه، انا عندي سيرفرات كويسه ممكن اعمل عليها مثلا يعني اعمل عليها كلاود معينه عشان الناس. مثلا انا واحد محتاج اهو، فهم بدفع مثلا مبلغ فلاني، فاقدر ايه، كان انا اخدت جهاز شغال عند سيرفرات امازون، او جهاز شغال عند سيرفرات جوجل، ايه، جوجل كلاود. بالمناسبه انا واخد ده طبعا فور فري علشان الستودنتس، يعني ممكن ابقى اتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله. المهم يعني دول ايه؟ دول كلاود بروفايدرز اللي بيتيحوا للناس اللي هم يشغلوا الكلاود. هم بقى لما يجوا يتيحوا للناس بيقولوا لهم انتوا عندكم، طيب
دلوقتي احنا كنا بنتكلم على الايه، كنا وصلنا ليه الكلاود سيرفيسز. تمام، احنا اتفقنا ان الكلاود بروفايدرز زي جوجل او كده بيتيحوا للناس اللي هم حاجه زي اللي هم يشغلوا حاجه او كده على الكلاود، تمام، واللي هم ياكسسوا السيرفيس دي او الخدمه ده عن طريق الايه، عن طريق النتورك. قال لك بس في اكتر نوع من سيرفيس، يعني مثلا عندي حاجه اسمها سوفت وير از سيرفيس، كل الكلاود بروفايدر بيعمله لك اللي هو بيجيب لك السوفت وير بس اللي انت تقدر تستخدمه بس، حاجه زي جوجل ميت. هل انت مثلا تقدر اللي انت تاخد السورس كود بتاع جوجل ميت مثلا؟ لا طبعا. ليه؟ انت كل اللي انت بتعمله هو بيديك مثلا بس ايه، انستنس عليه، كانه مثال عليه عشان تقدر تستخدمه، بس ما بيجيبلكش الايه، الابلكيشن ذات نفسه. تمام، النقطه دي مهمه. يعني انت لما انت بتيجي مثلا تفتح جوجل ميت، هو بي بي ايه بي كانه بيديك نسخه منه، خد دي نسخه من جوجل ميت للكلاينتس يقدروا يستخدموها. مين اللي بيستخدم سوفت وير از سيرفيس؟ كلنا بنستخدم سوفت وير از سيرفيس، كل اليوزرز، اي يوزر عادي بيستخدم سوفت وير از سيرفيس. مثلا اي شخص بيستخدم جوجل ميت فهو كده بيستخدم سوفت وير از سيرفيس، اي حد بيستخدم مثلا دروب بوكس او مش عارف الحاجات بتاعه جوجل دي او اي بتاعه كلاود بروفايدر عموما، فده سوفت وير از سيرفيس اللي هو الساس. تمام. طيب ده على الايه، ده على مستوى الاند يوزرز. على مستوى الديفلوبرز بقى، الديفلوبرز دلوقتي انا واحد عملت ابلكيشن اصلا، انا دلوقتي عملت ابلكيشن وعايز ارفعه، تمام، فالبلاتفورم از سيرفيس، سيرفيس كانه بيجيب لي ارضيه كده عشان ابني عليها البيت اللي انا عايزه. يعني ايه؟ انا اللي بيبقى معايا الداتا وانا اللي بيبقى معايا الابلكيشن وكل اللي هو بيديهوني اللي هو الارضيه اللي هيتبنى عليها الابلكيشن. تمام، كانه حاجه زي هيروكو مثلا. حد سمع عن هيروكو؟ اللي هو حد بيرفع السيرفر او حد بيرفع مثلا الابلكيشن، الويب ابلكيشن اللي هو عامله على سيرفر. لما حد يقول لك الكلمه دي معناها كده اللي هو بيستخدم بلاتفورم از ا سيرفيس، بيستخدم حاجه سيرفر جاهز، تمام، عليه اوبريتنج سيستم جاهز وبيشغل عليه اللي هو الايه، الابلكيشن اللي هو اللي عامله. يبقى تاني، يبقى السوفت وير از ا سيرفيس مين اللي بيستخدمه؟ كل اليوزرز. البلاتفورم از ا سيرفيس مين اللي بيستخدمه؟ الديفلوبرز اللي عملوا ابلكيشن وعايزين يرفعوه. تمام، الانفراستراكشر از ا سيرفيس ده حد ديفلوبر بس هو بيقول لك ايه، انا ما يكفينيش بس اللي انت تجيب لي او اللي انت تخليني احط الداتا والابلكيشنز بتاعي، لا ده انا عايز كمان اتحكم مثلا في حاجات اكتر من كده. انا عايز اتحكم في الاوبريتنج سيستم اللي هيشتغل على الابلكيشن اللي انا هشغل عليه الابلكيشن بتاعي وهكذا. يبقى في الثلاث حالات دهيت، اول واحده الكلاود بروفايدر كل اللي هو بيعرضه لك عباره عن انستنس من البرنامج تقدر تستخدمه اللي هو الساس. الباس اللي هو بلاتفورم از ا سيرفيس بيخليك تحط الابلكيشن بتاعك وتحط الداتابيز مثلا بتاعتك والداتا وتشتغل. تمام، يبقى الابلكيشن بيبقى بتاع مين؟ بيبقى بتاع الديفلوبر ذات نفسه. الانفراستراكشر از ا سيرفيس بيديك كل حاجه بقى، بيديك الابلكيشن والداتا والران تايم والميدل وير والاو اس كل الكلام دهوت، ولكن في شويه حاجات برضو مش بيديها اللي هو زي الفيرتواليزيشن، السيرفرز، الاستورج والنتوركينج والكلام من دهوت، ده بيبقى هو يعني بيتولى هو الحوارات دي. تمام، في بقى ناس ممكن تطلب بقى، يعني شركات كبيره بقى ممكن تطلب كل حاجه زي اللي احنا شايفينه على الشمال خالص ده. تمام، يبقى احنا دلوقتي عرفنا الكلاود سيرفيسز انواعها ايه، عرفنا انواعها ايه منين على حسب الخدمات اللي الكلاود بروفايدر بيقدمها لك او الاوبشنز اللي هو بيتاحها لك. كانك انت دخلت دلوقتي على مثلا اي كوميرس مثلا بيبيع اي حاجه وقال لك اللي احنا عندنا ثلاث باقات، باقه للعملاء العاديين مثلا بتحصل على كذا وكذا، باقه للعملاء المتميزين بتحصل على كذا وكذا وكذا وهكذا. يعني حد فاهم قصدي؟ اللي هو كل شويه بنعلي الايه، الاوبشنز زي الشكل ده. شوف ان الساس بيستخدموا الاند يوزرز، اليوزرز العاديين، الباس بيستخدموا ابلكيشن ديفلوبرز، حد زي انا وانت مثلا عملنا ابلكيشن وعايزين نرفعه. الانفراستراكشر از ا سيرفيس ده بقى حد زي يعني ابلكيشن ديفلوبر بس حد برضه متخصص في الانفراستراكشر، حد عايز يبني الانفراستراكشر بايده، حد عايز مثلا لا هو عارف ان الابلكيشن بتاعه المفروض يرن على اوبونتو مثلا. تمام، فهو قال للكلاود بروفايدر انا عايز انفراستراكشر از ا سيرفيس، فانا عايزك اللي انت تخليني اقدر اتحكم كمان في الاو اس والميدل وير والايه والكلام ده. تمام، يبقى اتمنى الحته دي تكون مفهومه عشان الحته دي مهمه لحد كبير. قال لك ان انت ازاي بقى بتبني هايبرد كلاود، يعني انت بتروح مثلا حاجه زي جوجل كلاود او امازون ويب سيرفيسز، تمام، بتعمل ورك لود معين، بتعمل كانها تقول مثلا انا محتاج كلاود مساحتها كذا او مش عارف ايه، يعني انت بتقعد تعمل ايه كانها حاجه انت بتتحكم فيها، يعني تقول انت محتاج ايه بالظبط على حسب احتياجات الاورجنايزيشن بتاعتك. انت محتاج مثلا
ثلاثة أو أربعة بابليك ريبوزيتوري واحدة برايفت مثلا. أنت عارف إن في أربعة هيبقى مفتوحين لكل الناس، بس في واحدة أنت عايزها برايفت، فأنت كده إيه هتخليها لنفسك وهكذا. وهيبقى طبعا في منها أو هيبقى متاح اللي أنت أبلكيشن بروجرامينج انترفيس عشان تقدر تتعامل معاها بسهولة عن طريق الأبلكيشن بتاعك، وال فيرتشوال برايفت نتورك اللي هو الفي بي ان، أكيد يعني كلنا سمعنا عنهم، برضو بيتاح لك الإيه الكلام من دهوت. تمام، نفس الكلام. وهنا بيقول لك يعني شويه كورسات بقى طبعا، يعني انت ازاي تبني بشكل مفصل بقى مثلا انفراستراكشر از سيرفيس، مش عارف ايه، ازاي تبني بلاتفورم از سيرفيس، يعني هو بيقول لك هنا لو عايز تتعمق اكتر يعني في الحاجات دي. تمام، طيب. طيب خلاص اتفقنا دلوقتي اللي احنا هنبدا هنتكلم على الايه الكلاود سيرفيسز، او ازاي انا اعمل ابلكيشن يستفيد من حوار الايه الكلاود سيرفيسز، او ازاي اعمل سيستم انتجريشن يستفيد من حوار الايه كلاود سيرفيسز. تمام، طيب مبدئيا كده تيجي ناخد مثال. لو انا دلوقتي عايز اعمل مكان لمكان مثلا زي مصر، عايز اعمل لها سيستم، حد متخيل الحجم اللي انا بتكلم عليه ايه؟ انا عايز اعمل لمصر كلها سيستم، يكون سيستم يعني يعني عامل سيستم انتجريشن لمصر كلها. فانت بقى تتخيل بقى اللي هو ايه، انت عايز تعمل سيستم لمثلا لشركة شركات الكهرباء، محتاج تعمل لشركات المية، مش عارف ايه، لو في مثلا للميل، اللي مش عارف كل حاجة بقى، انت عايز تعمل كل حاجة، عايز تعمل لها ايه، عايز تعمل سيستم انتجريشن ليها. تمام، طيب المنطقي دلوقتي اللي انت تعمل ايه؟ المنطقي دلوقتي اللي انت تقسم كل حاجة في مصر على انها عبارة عن شوية خدمات. انت كمواطن انت بيجيلك شوية خدمات من مصر، صح ولا لا؟ يعني مصر بتوفر او الحكومة او الدولة بتوفر شوية خدمات، زي ايه؟ زي اللي انت مثلا مواصلات، زي اللي هو مثلا لو عايز تبعت حاجة البريد ولا حاجة، زي المدارس، زي مش عارف الجامعات وهكذا. يبقى كل حاجة عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيرفيس، خدمة، صح ولا لا؟ عبارة عن خدمة مصر مثلا بتوفرها لك. تمام، مفيش مشكلة في دي. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل سيستم يربط ما بين كل الكلام ده هو، هل من المنطقي ان انا اعمل ابلكيشن واحد كده في مكان واحد، يعني افتح مثلا مثلا حاجة زي الفيجوال ستوديو ولا حاجة، واقوم اكتب مثلا الابلكيشن ده خاص بيه مثلا الترانسبورت، الابلكيشن ده خاص بالاديوكيشن، هل ده طبيعي؟ لا طبعا، ده انت الابلكيشن عندك حرفيا هينفجر، صح ولا لا؟ كل الكود ده هو بكل المعلومات ديت، انت عايز تربط كل الكلام ده مع بعض ازاي؟ مش هينفع. قال لك ففي طريقة تانية، في طريقة تانية اللي انت تقسم الابليكيشن بتاعك، بدل ما تقسمه اللي هو عبارة عن شوية كلاسز او شوية كومبوننتس، شوية مكونات وبتجمعها مع بعضها، انا مش عايز الكلام ده. انا عايزك تقسمها لي على انها مجموعة من السيرفيس، اللي انت مثلا تقول ان الترانسبورت دي هعتبرها هي لوحدها سيرفيس، هعتبر ان الميل ده هو لوحده سيرفيس، هعتبر ان الاديوكيشن هو لوحده سيرفيس، والسيرفيسز دي بقى بتتواصل مع بعضها، بتتكلم بعضها عن طريق ايه؟ عن طريق انترفيس، صح ولا لا؟ يعني عن طريق كأن مثلا الترانسبورت بيقول انا هتواصل معاكم يا جماعة عن طريق اللي انتوا هتنادوني مثلا بحرف التي، يبقى التي ده هو انترفيس للترانسبورت كله. يبقى انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ ان السيرفيس بقت عباره عن انترفيس موحد للباقي كله، عشان لما انا اجي احب مثلا اقول ان الشخص الفلاني استخدم الخدمه بتاعه الترانسبورت، اقول مثلا ان الشخص ده هو استخدم التي اللي هو قصدي على الترانسبورت، وبعدين راح مش عارف عمل ميل وهكذا. تمام، يبقى انا دلوقتي بدات اتعامل مع السيستم عندي على انه مجموعه من السيرفيسز، خدمات. تمام، خدمات بتتواصل مع بعضها وبتكلم مع بعضها عن طريق شوية بروتوكولز وشوية ايه انترفيسز. فعلشان كده قال لك لما انت تيجي تبني حاجة معقدة قوي بالشكل ده هوت، محتاج بقى ابروتش غير المونوليثيك ابروتش اللي هو اللي انت تبني كل حاجة في ابلكيشن واحد، اسمه المونوليثيك ابروتش. تمام، في طريقة تانية اسمها سيرفيس اورينتد اركيتكتشر، سيرفيس اورينتد اركيتكتشر. تمام، زي المايكرو سيرفيس او زي حاجة اسمها السوا. تمام، هنتكلم عليهم لسه قدام. على فكره انا بادئ يعني في حاجه بادئ بيها قبل ما احنا نتكلم على المايكرو سيرفيسز يعني. المهم، وبالتالي احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ سيرفيس اورينتد اركيتكتشر. اركيتكتشر يعني ايه سيرفيس اورينتد اركيتكتشر؟ يعني انا هعتمد على اني بتعامل مع مجموعه من السيرفيسز مش مجموعه من الكومبوننتس. ده ليه؟ علشان اعرف اتعامل مع الكومبلكسيتي بتاعه السيستم.
تمام، وعلشان لو في مثلا سيرفيس جديده جت اقدر اضيفها بكل سهوله، هيبقى لها انترفيس برضو اقدر اتكلم معاها بطريقه سهله ومفيش اي ايه اي مشكله. طيب نرجع تاني نقول بقى ايه، هنعدي الجزء ده دلوقتي طبعا هنرجع له، يعني الاثنين دول ايه هي اصلا السيرفيس. السيرفيس عباره عن reusable component، بس الكومبوننت ده هو انت ممكن تستخدمه علشان تبني يعني او تعمله كانه بيلدنج بلوك، كانها كده حجره في الابلكيشن او السيستم الكبير بتاعك. تمام، السيرفيس ممكن تبقى سهله مثلا ان انت بتجيب الداتا بتاعت حد، او ممكن تبقى موضوع ايه اكبر من كده يعني حاجه معقده. وعموما ان السيرفيس عباره عن كانها يعني فانكشن او كانها discrete business function، كانها وظيفه او كانها خدمه معينه، يعني حد فاهم اللي هو انا مثلا كانها ترانسبورت، الترانسبورت ده في حد ذاته ايه ده سيرفيس، وجواه ممكن الترانسبورت برضو ممكن يبقى جواه كذا سيرفيس، اللي هو النقل مثلا ده يعتبر سيرفيس، ان حد يروح من مكان للتاني ده عن طريق مثلا قطر ده برضو سيرفيس، يبقى كل الكلام ده ايه، كل الكلام ده سيرفيس. طيب خواص السيرفيس ايه في اللي هو السيرفيس اورينتد ابروتش او الاركتكتشر، ان هو اول حاجه زي ما اتفقنا ان هيبقى في حاجه اسمها اوبن ستاندرز، يعني هيبقى زي ما انا قلت اللي هو انترفيس موحد للكل، اقدر لما انا عايز اقول مثلا حاجه يعني عايز اشير للترانسبورت اقدر مثلا اقول حرف التي، فانا هو خلاص هو عارف كده ان انا بتكلم على السيرفيس اللي اسمها ترانسبورت، لما اتكلم مثلا على الام يبقى هو عارف ان انا بتكلم على الميل، كانها واجهه موحده، واجهه موحده للسيرفيس، واجهه موحده للايه للسيرفيس. لما اجي اتعامل لما السيستم يجي يعمل انتجريشن ما بيتعاملش مع اللي جوه السيرفيس، لا ده بيتعامل مع مجرد الواجهه اللي بره، ملوش دعوه بالحاجات المعقده اللي جوه، لا انا اتكلم بس هتكلم على الانترفيس بتاعها، ماليش دعوه بقى بالايه باللي ورا الكواليس. تمام طيب خلاص اتفقنا، عرفنا ايه هي الاوبن ستاندرز، عرفنا اللي هي لوزلي كابلد، نفس الكلام كل جزء مستقل عن ذاته، مستقل عن التاني في حتة مختلفة عن التانية. تمام، كل اللي انا محتاج اعرفه عن السيرفيس اللي انا بتعامل معاها هي الانترفيس او الشكل الخارجي ليها، ماليش دعوة او اللي احنا بنسميه الديفينيشن، انترفيس ديفينيشن، ماليش دعوة بقى بالامبلمنتيشن الفعلي لكل سيرفيس، ده انا لو دخلت في الامبلمنتيشن الفعلي لكل سيرفيس ده يعني هيبقى الكود رهيب يعني. تمام طيب فخلاص فهمنا ايه يعني ايه لوزلي كابلد، يعني ايه ستيتلس، يعني هي ان السيرفيس ده هي doesn't maintain state. يعني ايه doesn't maintain state؟ في حاجه هنا كانت بتوضح الموضوع ده بس انا ما اعرفش راحت فين، يعني هي ممكن توضح اكتر ما انا لو قلت يعني. طب هوقف كده، دي يعني افضل مقارنه ممكن نفهم يعني ايه ستيتلس وستيتفول. ستيتلس يعني انا لما باجي بعمل لما مثلا مايكرو سيرفيس بتعمل ريكوست لمايكرو سيرفيس ثانيه، او لما سيرفر يعمل ريكوست معين، الريكوست دي بتبقى يعني مبنيه على معلومات معينه في الريكوست، يعني يقول مثلا ان اللي انا بيقول اللي هو انا كذا، يعني انا مثلا انا المايكرو سيرفيس الفلانيه وانا عايز مثلا من السيرفر ده حاجه معينه. تمام، اما ستيتفول لا هو بيمشي بايه بانترنت بروتوكول معين، زي مثلا HTTPS مثلا، اللي بقى هو ايه عارف السيرفر عارفه منين من البروتوكول، اما في الستيتلس لا ده عارفه من معلومه معينه هو قدها له. تمام طيب الستيتلس ملوش دعوه باي ريكوست قديم او جديد، او يعني هو ما بيحفظش الستيت، بكل بساطه ما بيحفظش الستيت، يعني لو انا دلوقتي عملت ريكوست وبعدها بدقيقتين عملت ريكوست تاني السيرفر مش هيعرف اللي ده نفسه انا، ليه؟ علشان هو ما حفظش الستيت بتاعتي. اما في الستيتفول لا ده انا بقول له احفظ لي الستيت دهيت، ومثلا قول لي ان دي هتبقى اسمها ايه، يعني هتعرفني برقم كذا. تمام، بقول للسيرفر المايكرو سيرفيس تقول للسيرفر هتعرفني برقم كذا، لما اجي له تاني هيكون عارف ان ده انا وهيعمل لي ريكوست تاني بناء على القديم. المهم يعني عشان الموضوع ما يتعقدش مننا، ان هي doesn't maintain state، يعني بكل بساطه بتعتمد على information الموجوده في الداتابيز، مش بتعتمد على ريكوستات قبل كده، السيرفر بيعرفني لما انا بجيب له information معينه. تمام، take the parameter provided بتعمل حاجه معينه بيها وبعدين بترجع result، الموضوع بسيط،
لو في ترانزاكشن بيحصل، الداتا بتسيف في الداتابيز، مفيش اي حاجه بتحصل غير كده. لو عملت ريكويست تاني ستيتلس ملوش دعوه بالاول، لو عملت حاجه معتمده على اللي قبليه مفيش حاجه اسمها معتمده على اللي قبليه. ليه؟ عشان اصلا السيرفر مش هيعرفها، مش هيعرف ان الريكوست ده هو نفس الريكوست اللي بعده. اتمنى ان هي تكون وصلت، مع اني متاكد ان هي ما وصلتش. المهم location agnostic يعني ايه؟ user of service do not need to worry about the implementation details. زي ما انا قلت من شويه اللي انا مش محتاج اعرف الامبلمنتيشن الداخلي لكل سيرفيس، لما سيرفيس تيجي تتكلم مع سيرفيس ثانيه مش لازم تعرف الشغل بيتم جواها ازاي، يكفي انها تكون عارفه الانترفيس بتاعها بس. تمام. طيب نرجع بقى، نرجع شويه ونبدا نعرف المايكرو سيرفيس. المايكرو سيرفيس عباره عن ايه؟ عباره او هي يعني برضو بتعتمد على سيرفيس بيزد اركيتكتشر، بتقسم كل حاجه عندك في الابلكيشن اللي انت هتعمله لمجموعه من السيرفيسز، الخدمات الصغيره. اليوزر يعمل لوجن دي خدمه، اليوزر يشتري حاجه دي خدمه، اليوزر يخزن داتا دي خدمه، بتجمع كل الخدمات ده، هي بتفضل تتكلم مع بعضها بطريقه معينه بالاي بي ايز او بغيره. تمام. وفي الاخر انت بتعمل السيستم كده. هل الابروتش ده كويس لاي ابلكيشن؟ يعني اي ابلكيشن في العالم يقابلني اقوم اعمله مايكرو سيرفيس؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ عشان زي ما هنشوف كمان شويه ان هو بيضيف كومبلكستي، يعني كومبلكستي زياده على الكود. تمام. وهنشوف قدامي ازاي. طيب فاحنا بنعملها يعني لللارج ابلكيشنز بس. طيب يبقى اربوس ان اركيتكتشر ان ابروتش، يعني الاثنين هي طريقه اللي انت تكتب سوفت وير، وعباره برضو عن اركيتكتشر، عباره عن تنظيم للكود بتاعك او تنظيم للسيستم انتجريشن بتاعك. تمام. في المايكرو سيرفيس اتفقنا اللي انت بتقسمها على انها مجموعه من الكومبوننت، كل كومبوننت بيمثل سيرفيس معينه. تمام. كل واحده منفصله عن الثانيه بشكل كامل، يعني المايكرو سيرفيس دي منفصله عن الثانيه، منفصله عن الثالثه، منفصله عن الرابعه، ولا واحده ليهم علاقه ببعض، كلهم مستقلين بذاتهم بيتعاملوا مع بعض عن طريق الايه؟ المسجز. قال لك ده غير التراديشنال اللي هو المونوليثيك اللي انا قلت من شويه، اللي انت بتبني كله في مكان واحد. طيب انا ليه ما بعملش اي حاجه مونوليثيك؟ علشان برضو في الحاجات اللارج ابلكيشنز المونوليثيك بيبقى صعب جدا ان انت تعمل مينتيننس او كده. ده انا بتكلم عن لارج ابلكيشن، يعني ابلكيشن كبير قوي كمان. طيب يبقى كل كومبوننت او كل بروسيسز او كل عمليه او كل وظيفه بنسميها مايكرو سيرفيس. طيب يبقى تاني كمان مره، ايه هي المايكرو سيرفيسز؟ ثلاث خواص مهمين جدا. اول حاجه طريقه لبناء ابلكيشنز المعقده والكبيره. تاني حاجه كل سيرفيس منفصل عن، او كل خدمه بيقدمها السيستم اللي انت هتعمله منفصل عن بعضه ومتوزع، كل واحد معتمد على نفسه، بيتواصلوا مع بعض عن طريق مثلا الاي بي ايز او الكلام من دهوت. تمام. كل جزء بياخدوا يعني مجموعه او بنسميها او بيمشوا بطريقه اسمها الديف اوبس. تمام. اتكلمنا على الديف اوبس دي شويه في السي اي سي دي، اتفقنا ان السي اي سي دي دهيت اللي هي كونتينوس ديليفري كونتينوس انتجريشن، ده هي الطريقه بتسرع لنا عمليه الديفلوبمنت وعمليه الديبلويمنت، بيستخدمها او بتبقى مجموعه خطوات يعني ضمن مجموعه خطوات اسمها الديف اوبس. يبقى الديف اوبس دهيت حاجه بتسرع لي عمليه الديفلوبمنت بتاعت اي ابلكيشن عموما، جواها في حاجه اسمها سي اي سي دي. فهو بيقول لك بقى ان في المايكرو سيرفيسز بقى احنا بنستخدم فيها حوار الايه الديف اوبس دي كتير. تمام. بنستخدم الابروتش ده كتير. يعني بمعنى ايه برضو؟ بمعنى اللي احنا بن بن او يعني بنخليه بنفضل على طول بنعمل ايه كونستنت ايتريشن دليفري اللي هو السي اي سي دي اللي احنا اتكلمنا عليه وجبنا وقلنا عليه مثال. تمام. وقلنا ان كل برضو فانكشن كلها سيرفيس، وهندي كل سيرفيس مثلا، قلنا مثلا دخل تيم مثلا من خمسه هيعمل سيرفيس الفلانيه، التيم الثاني هيعمل سيرفيس الفلانيه وهكذا. تمام. طيب ايه تاني؟ دي برضو مقارنه بين المونوليثيك اللي هو الابلكيشن. طيب يبقى احنا كنا وصلنا لايه؟ احنا كنا وصلنا للسوا اللي هي ايه؟ السوا دهيت اللي هي سيرفيس اورينتد ايه اركيتكتشر. اتفقنا ان السيرفيس اورينتد اركيتكتشر عباره عن طريقه من طرق اللي هي سيرفيس بيزد اركيتكتشر، سيرفيس بيزد اركيتكتشر. تمام. اللي هي اي اركيتكتشر عموما بتعتمد على السيرفيسز بدل الكومبوننتس زي المايكرو سيرفيسز وزي السوا. واتفقنا ان في اختلافات كتيره ما بينهم بس بنلاحظها اكتر في الايه في الامبلمنتيشن. فهو قال لك يعني ان السوا برضه نفس الكلام، انت بتاخد ريكويست سيرفيس معينه من اكتر من كومبوننت، يعني بيبقى عندك اكتر من كومبوننت وبتطلب السيرفيس معينه عن طريق انترفيس للايه؟ ليه؟ عن طريق سيرفيس انترفيس ليها.
بمعنى ان انت مش محتاج تكون عارف الكود الفعلي او الحاجه الفعليه للسيرفيس جوه، لا ده انت بس في حاجه كده من بره كده بتقعد تتعامل معاها وتاخد الفانكشناليتي اللي ايه اللي فيها. تمام. طيب قال لك ان سوا بروفايز اكسس تو ريوزبل ويب سيرفيسز اوفر تي سي بي اي بي نتورك، يعني انت تقدر ان انت تستخدم ويب سيرفيسز اكتر كذا ويب سيرفيس. تمام، يعني عندك مثلا ويب سيرفيس بتعمل كذا، ويب سيرفيس بتعمل حاجه ثانيه، ويب سيرفيس بتعمل حاجه ثالثه، تقدر تستخدم الحاجات دهيت عن طريق ايه التي سي بي اي بي نتورك. يبقى انت بتستخدم بروتوكول معين، طريق التواصل معين، بتيجي بتكلم السيرفيس بتقول لها لو سمحت انا محتاج كذا. تمام، عن طريق الايه، عن طريق البروتوكول، عن طريق القاعده. البروتوكول ده عامل كانه رول ولا حاجه او قاعده بتخليك تتكلم مع السيرفيس اللي قدامك. تمام، فالموضوع بيمشي بالطريقه دي زي ما بقول، اللي هو في سيرفيس بتروح تكلم سيرفيس ثانيه بتقول لها لو سمحت انا محتاجه منك كذا، وانا جايه بالبروتوكول اللي هو تي سي بي اي بي، او جايه بالبروتوكول الفلاني ومحتاج كذا. تمام، فخلاص بتاخد الخدمه دهيت وبتقدمها للايه، لليوزر. تمام، يبقى فيها اكتر من حاجه. اول حاجه اللي هي تعتمد على سيرفيسز، يعني او بتركز على حته السيرفيسز. تمام، الكروس بلاتفورم وانتربيلابيلتي، يعني انت بتتكلم مش فارقه كتير قوي انت بتتكلم على مثلا ده ويب سيرفر ولا مش عارف موبايل ابلكيشن ولا ايه، لا انت بتتكلم اللي هو كده كده اصلا انا هتعامل، يعني انا ماليش دعوه بالكود الداخلي بتاعك. تمام، بالكود الداخلي بتاع السيرفيس، انا ليا دعوه بس بالواجهه الخارجيه بتاع السيرفيس اللي انا هاجي هطلب منها الحاجه اللي انا ايه اللي انا عايزها. طبعا زي ما اتفقنا في السيرفيس بيزد اركتكتشر بشكل عام ان هي بتبقى لوزلي كابلد وديستريبيوتد، يعني ديستريبيوتد يعني اللي هي متوزعه وكل واحده بتعتمد على نفسها، وزي ما احنا اتفقنا مش محتاج اكون عارف اصلا الايه الكود الفعلي للسيرفيس الثاني. تمام، طيب يبقى هي built on computer engineering approaches، قلنا الكلام ده هوت offers an architectural advancement towards enterprise system. يبقى احنا اصلا بنعمل السوا دي ده علشان زي ما احنا اتفقنا لو في enterprise system كبير قوي فاحنا عايزين نقدر نتحمل كل الكومبلكسيتي دهيت، فبنستخدم حاجه زي السوا او بنستخدم الايه المايكرو سيرفيسز. اتفقنا ان الاثنين ده هم عباره عن ايه، service based architecture. تمام، طيب سوا بروفايد ترانسليشن مانجمنت لاير. تمام، مفيش مشكله. مالتيبل نتوركينج اند مسجنج بروتوكول، ده زي ما احنا اتفقنا ان هيبقى في بروتوكولز بتتكلم، يعني سيرفيسز بتتكلموا مع بعض عن طريق ايه، عن طريق بروتوكولز زي مثلا تي سي بي اي بي. تمام، فانا ما ينفعش سيرفيس تكلم سيرفيس ثانيه الا لما تكون كانها ايه معاها بروتوكول الخاص بيها. ايوه انا معايا، انت معاكي بروتوكول ايه، معايا بروتوكول تي سي بي اي بي، يبقى اتفضلي شوفي انت عايزه سيرفيس ايه، وهكذا بيتعاملوا مع بعض او بيتواصلوا مع بعض بالطريقه دي. تمام، يبقى تاني عبارة عن architectural style application built using a SOA style deliver functionality as services، زي ما احنا اتفقنا بيبقى خدمات، عبارة عن شوية خدمات ممكن تستخدم اكتر من بره مفيش مشكلة، او انت ممكن تعملها integration في enterprise بتاعتك مفيش مشكلة. يعني وانت بتعمل enterprise integration بتقعد تجمع الايه السيرفيسز دي مع بعضها تخليهم يتواصلوا مع بعضها. تمام، طيب وقلنا اتفقنا بقى ان الكلام ده هو قلناه اللي هي بتستخدم open standards عشان تعمل كده اللي هو زي البروتوكولز والكلام من ده. الانتر اكشن برضو بتبقى ستاندرايز، يعني ستاندرايز. تمام، ايه ده نطقتها غلط لتالت مره. المهم الستاندرز بشكل عام بيبقى كانها قواعد، كانها قواعد متفق عليها. تمام، كانك انت بتقول لي مثلا ما فيش حد هيكلمك الا لما هيجي يقول لك مثلا يا مستر مثلا، يعني هو بيكلمك بطريقه معينه، طريقه ستاندرد. تمام، ليه؟ علشان اكون عارف ان هو لو جاي بيكلمني بالطريقه او بالستاندرد دهيت يبقى انا عارف اللي هو عايز الحاجه الفلانيه وبالتالي انا هديله السيرفيس دي. تمام، طيب وانا اتفقنا ان السيرفيس عباره عن بيلدينج بلوكس هي اللي بتكون البيزنس، بيزنس فلوز يعني اللي هي التدفق بتاع البيزنس، اللي هو اول حاجه مثلا اليوزر هيعمل لوجن، بعدين اليوزر هيشتري مثلا حاجه معينه، وبعدين الحاجه هتتضاف مثلا للكارت بتاعته، هكذا. تمام، وطبعا السيرفيس برضو قلنا اللي هي كان بي ايه ريوز. طيب البنفيتس اوف سوا، اللي انت تعمل كومبوننت ريوز تستخدمه اكتر من مره، تعمل انتجريشن بغض النظر عن ديفلوبينج لانجويج. تمام، زي عشان احنا زي ما اتفقنا ما بنركزش اصلا على الامبلمنتيشن الداخلي، احنا بنتعامل بس مع انترفيس. في اجيلتي في الموضوع، يعني في مرونه كتير، يعني مثلا لو انت احتجت في ريكويرمنت زياده جت او في ريكويرمنت قلت انت ممكن تعمل تعديلات ومش هيبقى في اي مشكله خالص، مش هياثر على السيستم بتاعك بشكل عام. يعني طب ليه مش هياثر على السيستم بتاعك؟ عشان انت كده كده زي ما احنا اتفقنا هي عباره عن مكونات. تمام، فانت لو هتعدل حاجه مثلا في المكون رقم واحد ملهاش دعوه بس، او بالسيرفيس رقم واحده واحد يعني، مش هتاثر على السيرفيس رقم ثلاثه. تمام، فعلشان كده في ايه، في اجيلتي.
leveraging existing system، يعني هو بيقولك لو انت عندك اصلا سيستم موجود بالفعل وعايز تزود عليه حاجات، فهو سوا برضه هتنفعك قوي في الحوار ده، عشان مش هتحتاج تعدل على الاكزيستنج سيستم. يعني انت الاكزيستنج سيستم هيبقى زي ما هو موجود تمام، بس هتضيف عليه سيرفيس او هتضيف عليه فانكشنز. طيب اهو بالشكل ده زي ما احنا شرحنا، والفيديو ده برضو بيشرح الموضوع ده كويس. ممكن حد يعني هبقى اسيب اللينك، ممكن حد يبقى يعرف اكتر عن السواقين لو هو ما فهمش او كده. واتفقنا عرفنا ايه هي السيرفيس. السيرفيس عباره عن ريوزبل كومبوننت بيستخدم كانه بيلدينج بلوكس عشان نعمل بزنس ابلكيشن فانكشناليتي او كومبلكس بزنس ابلكيشن فانكشناليتي. سيرفيس ميبي قلنا اللي هي ممكن تكون سهله، زي مثلا تجيب داتا معينه، او ممكن تكون موضوع يعني بروسس تقيله او كده تمام. وعباره عن ديسكريت بزنس فانكشنز، يعني عباره عن شويه وظائف لوحدها كده للسيستم اللي انت بتعمله. يعني انت لو السيستم بتاعك زي ما انا قلت مثلا من شويه عباره عن مثلا سيستم زي سوق مثلا تمام، زي سوق، فانت بتدخل الاول بتشوف الحاجه بتعملها مثلا فيفورت، بعدين بتضيفها للكارت، بعدين بتعمل شيبمنت وهكذا. كل حاجه من الحاجات اللي انا قلتها ديت عباره عن وظيفه، وظيفه بتسلم وظيفه، وظيفه بتسلم وظيفه، وهكذا لغايه في الاخر لما تخلص اللي انت عايز تخلصه. واحنا خلصنا طبعا السيرفيس كاركترستكس دي تمام، شرحتها في الاول. دلوقتي المفروض ندخل بقى في ايه، ودي طبعا امثله كلها امثله توضيحيه. طيب نتكلم دلوقتي على الويب سيرفيس. هو يعني ايه ويب سيرفيسز؟ دلوقتي احنا بنشوف في موقع W3 Schools تمام، عشان انا حبيت اشوف يعني تعريف افضل من اللي موجود. هو الويب سيرفيسز عباره عن ويب ابلكيشن كومبوننت، يعني عباره عن مثلا كومبوننت معين، مكون معين، حاجه تمام، تقدر تقول لي حاجه تمام بتعمل خدمه معينه وموجوده على الويب. يعني مثلا تقدر تقول ايه، خدمه معينه تقدر تعمل لها اكسس عن طريق الويب. بس بكل بساطه انا حاطط مثلا سيرفيس تمام، السيرفيس ديت رفعتها على الويب، عايز اعمل سيستم انتجريشن عن طريق مثلا طريقه السوا ديت اللي هي سيرفيس اورينتد اركتكتشر. خليت اللي انا جبت شويه يعني السيرفيس اورينتد اركتكتشر، جابت شويه من الويب سيرفيسز اهيت، جابت شويه من مش عارف ايه، جابت شويه من الكلاود وهكذا. فانت كده عملت ايه، سيستم انتجريشن. يبقى الويب سيرفيسز تقدر تعمل لها ببلش، تقدر تشوفها، تقدر تستخدمها من على الايه، من على الويب. ده كل اختلافها عن السيرفيس العاديه، يعني اللي هي سيرفيس بس بقت موجوده او اتعمل لها اكسبوز لباقي اي بروجرام عايزها وهي موجوده على الايه، على الويب عادي. حد فاهم قصدي؟ تمام. وطبعا تقدر تعمل لها اكسس من اني بروجرامينج لانجويج، مش فارقه، تقدر تعمل لها يعني تقدر توصل لها من اي بروجرامينج لانجويج، مش شرط مثلا تكون نفس اللغه اللي اتعمل بيها السيرفيس دي. يعني افترض مثلا ان الويب سيرفيس دي اتعملت بي اتش بي، انت عايز مثلا توصل لها عن طريق الجافا، مفيش اي مشكله عادي، ده انت هتاخد السيرفيس دي بشكل ما فيهوش اي مشكله. طب ليه؟ ده له علاقه بالكلام اللي انا قلته من شويه، ان هو ايه، لما انا كنت قلت دقيقة واحدة بس عشان نربط الكلام كده ببعضه، ما يكونش كل حاجة كده لوحدها. لما أنا كنت قلت فين؟ لما أنا كنت قلت هنا language neutral integration، اللي احنا ملناش دعوة بالdeveloping language بتاعت السيرفيس، لأن كل اللي أنا بعمله اللي أنا بطلبها عن طريق إيه؟ عن طريق interface، وبالتالي مش فارقة لغة الإيه؟ البرمجة تمام؟ فكده احنا عرفنا شوية الويب سيرفيسز، واتفقنا إن هي بتستخدم جوه الإيه؟ السوا أو السيرفيس أورينتد أركيتكتشر تمام. طبعا ممكن تستخدم في حاجات تانية يعني، بس انا بقول مثال. وكان بيأكسس ماشي from any programming language. بيقول لك الجود ويب سيرفيس، يعني تقدر تقول على ويب سيرفيس ان هي كويسه او مفيده امتى؟ لما تكون حاطط كانها حاجه سيلف ديسكرايبنج، يعني كانها بتوصف السيرفيس دي موجوده ليه او يعني مهمتها ايه. ما انت مش هتحط مثلا سيرفيس، نفترض السيرفيس دي عامله زي ايه، حاجه زي باي بال مثلا. باي بال ده هي دي بوابه الدفع تمام. انا ما ينفعش احط بوابه الدفع ده هي واسيبها كده، يعني اللي هو انا مش هشرح اصلا هي ايه. لا طبعا لازم اقول ان السيرفيس ده هي اسمها باي بال، وبتعمل مثلا كذا كذا كذا، او بتستخدم كبوابه الدفع، وحاجه انا اقدر لو واحد مبرمج عايز يستخدم السيرفيس دي يفهمها، يفهم دي ايه، ما يحسش ان هو ايه مش فاهم اي حاجه. تاني حاجه ان هي تكون ديسكفربل، يعني اللي انت تعرف تشوفها زي ما اتفقنا ان الكورس جرين ده عباره عن كومبوننتس كبيره شويه تمام. انا عندي حاجتين، حاجه اسمها كورس جريند وفاين جريند. الكورس جريند عباره عن كومبوننتس كبيره شويه تمام، يعني الكومبوننتس اللي هتكون السيستم بتاعك كبيره، بس جواها اكتر من سيرفيس صغيرين. يعني مثلا حاجه زي كراد اوبريشن. هو يعني ايه كراد؟ كراد ده يعني كرييت ريد ابديت ديليت
اربع حاجات اساسيه يعني لاي ابلكيشن اصلا موجود. هتلاقيه اصلا اسمه كراد ابلكيشن، يعني معناه اللي هو بيعمل، او كراد اوبريشنز اللي هو بيعمل اربع عمليات اساسيه: كرييت، ريد، وابديت، وديليت. المهم يعني ان الكورس جريند بيبقى اكتر من يعني بيبقى الكومبوننتس اللي بتكون السيستم كبيره شويه، او بتكون السيرفيس كبيره شويه، فيها اكتر من كل كومبوننت فيه اكتر من سيرفيس ايه صغيرين شويه. تمام. طيب الاسينكرونس يعني ايه؟ طبعا لو حد لاحظ ان انا ممكن احيانا بوقف الفيديو شويه وبشوف مثلا مصدر يكون يعني شرح الموضوع بطريقه افضل، تمام، عشان اعرف يعني اوصلها. تمام. بس طبعا لو انا جيت وفي مثلا السلايز دي قلت لك ان الاسينكرونس يعني وين ابروبريت، محدش هيفهم اصلا يعني ايه. فهو ممكن احيانا في حاجات في السلايز بتبقى يعني موجودة مثلا باعتبار اللي احنا فاهمينها قبل كده، بس احنا للأسف مش فاهمينها، او ممكن مثلا عايزين نراجع عليها، ممكن حاجات بس عايزين نراجع عليها. فعشان كده بقى بقوم مثلا بعمل الويب سيرفيس از اسينكرونس، وبدور الاقي مثلا حاجة زي ستاك اوفر فلو، بدور في مكان معين وايه وبشوف حاجة مناسبة او حاجة مناسبة للشرح فبقولها يعني. تمام. ودي طريقة افضل، دي هي الطريقة اللي هتزود لك معلومات كتير اصلا وانت بتاخد المادة دي. وعلى فكرة يعني حابب أأكد يعني إن المادة دي مادة مهمة جدا، تمام، ومادة مهمة في كمان الانترفيوهات بالذات. في الانترفيوهات بالذات هتسأل كتير عن حاجات زي دي، هيقول لك إيه هي المايكرو سيرفيس، هيقول لك إيه هي دي دي دي، هيقول لك كلمني شوية عن كذا، وبالتالي لازم نكون عارفينها. تمام. فإحنا نذاكرها علشان المفروض نذاكرها، ونذاكرها برضو علشان إيه for future purposes يعني. المهم بيقول لك ان الاسينكرونس ويب سيرفيس يعني ايه؟ يعني ان الكلاينت، انا حد دلوقتي عايز يطلب ويب سيرفيس، فبنادي على الويب سيرفيس بقول لها لو سمحت انا عايز كذا، فالويب سيرفيس بتقول لي خلاص ماشي تمام، انا لقيت المسج بتاعك، المسج اللي انت بعته لي او الطلب اللي انت بعته لي وصل لي، واستنى شويه كده انا بعمل شويه بروسيسنج. تمام. بعد ما الويب سيرفيس بتخلص التاسك بتاعها، بتنادي على الاند بوينت اللي الكلاينت اصلا جه منها يعني، تمام، وبترد عليه بتقول له تمام ان الحاجه خلصت، وان ان الويب سيرفيس بقت عندك، فيقوم الكلاينت رادد عليه يقول له خلاص تمام دي وصلت لي. يبقى الموضوع عامل كانه ايه؟ عامل كانه حوار، تمام، حوار ما بيني وما بين الويب سيرفيسز. بيقول لي انا بعت، تقول لي خلاص ماشي وصل لي، خلصت خلاص تمام انا وصل لي كلاينت، وبالتالي كانه ايه؟ عامل كانه يعني كانه كونفرسيشن كده ما بين الويب سيرفيس ما بين الايه؟ الكلاينت. تمام. طيب دي انا بحتاجها امتى؟ في شويه يوز كيسز بنبقى بنحتاج مثلا فيها اسينكرونس ويب سيرفيس، فساعتها احنا بنكون عارفين يعني ايه اسينكرونس، وساعتها بنكون عارفين هنعرف او بنعمل سيرش احنا ازاي نعمل لها مثلا كود، وبنكتبها او بنشوف بندور على اسينكرونس ويب سيرفيس. يبقى الفكره كلها ان انا هنا بعرف الكونسبتس، ولما انا الاقي مثلا قدامي بعدين بعد سنتين 3 4 10 اللي انا المفروض هنا استخدم اسينكرونس ويب سيرفيس، يبقى انا بكون عارف معناها، وهنا بقى بيجي بقى وقت، ساعتها بيجي وقت ايه تطبيقها او كده. بس انت لو طبقت كل كلمه موجوده في الكتاب دهوت، فممكن مثلا الكورس ياخد معاك شهور يعني. طيب بنكمل. احنا اتفقنا ان المايكرو سيرفيسز والسوا هما الاثنين اصلا سيرفيس بيست اركتكتشر، تمام، بس هي هما مختلفين عن بعض يعني، في شويه اختلافات عن بعض كاركتكتشر يعني في كل واحده منهم، بس هما بيشير يعني هما الاثنين فيهم شويه صفات الاثنين فيهم يعني موجودين، هما موجوده في السوا وموجوده في المايكرو سيرفيسز، بس في حاجات في الامبلمنتيشن ممكن تكون ايه مختلفه شويه. المهم فاتفقنا ان هي السيرفيسز بيز اركتكتشر عموما، سواء السوا سواء المايكرو سيرفيسز، هما الاثنين ديستريبيوتد اركتكتشر، احنا قلنا الكلام ده هو متوزعين يعني، وبيتكلموا مع بعض عن طريق شويه بروتوكولز، ريموت اكسس بروتوكول زي الريست اللي احنا هناخدها ان شاء الله بعدين، زي حاجه اسمها سيمبل اوبجكت اكسس بروتوكول، زي باقي البروتوكولز دي كلها طرق علشان الايه السيستم او اللي هو الكومبوننتس بتاعت السيستم تتكلم مع بعضها، تمام، اللي هي السيرفيس كل سيرفيس كومبوننت تتكلم مع بعضها. ماشي. الكلام ده في ايه؟ ده في النوع ده يعني بشكل عام. انا قلت ان في حاجه اسمها سيرفيس بيزد اركتكتشر، انا كنت قلت الكلام ده في الاول خالص. السيرفيس بيزد اركتكتشر دي في منها سوا في منها مايكرو سيرفيسز، احنا دلوقتي بنتكلم على الاثنين بشكل يعني، هما الاثنين بنتكلم معاهم على يعني هما الاثنين بنتكلم في نفس الكونتكست يعني. فاحنا بنقول لك ان هما الاثنين زي ما احنا قلنا من شويه وبنقول دلوقتي، ان هما الاثنين عباره عن ديستريبيوتد اركتكتشر، يعني كومبوننتس متوزعه في اكتر من مكان بيتكلموا مع بعض عن طريق شويه بروتوكولز بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اللي هو بالريست او بالسوب او مش عارف، انا هرفع الكلام ده طبعا قدام.
قال لك انا ليه اصلا بعمل ديستريبيوتد اركتكتشر، بيديني ادفانتج كتير اللي انا ممكن اعمل سكيلابيلتي او في بيتر سكيلابيلتي، لو الابلكيشن بتاعك هيكبر في اي وقت انت تقدر تكبره ومش هيبقى عندك مشكله. ديكوبلينج يعني بتخلي كل حته منفصله عن التانيه او اندبندنت من التانيه، بيبقى في كنترول اكتر على الديفلوبمنت والتستنج والديبلويمنت. وليه دي ليها دعوه بايه؟ حد فاكر لما انا كنت بشرح الايه كانت المايكرو سيرفيسز تقريبا، ان هي مايكرو سيرفيس بتبقى هي عباره عن مجموعه من السيرفيسز الصغيره، وبتدي لكل سيرفيس بتديها لتيم مثلا من 5 بيشتغلوا عليها بطريقه اسمها سميناها الايه الديف اوبز، صح ولا لا؟ اللي هي اللي كان منها سي اي سي دي. فهو بيقول لك يعني الديستريبيوتد اركتكتشر برضو من مميزاتها ان هي بتديك تحكم اكتر في الديفلوبمنت. ليه؟ اصل انا مثلا دلوقتي نفترض ان انا بعمل عندي 5 سيرفيس مثلا في السيستم بتاعي، طبعا بيبقى اكتر من كده بكتير جدا يعني، المهم بقول مثال 5 سيرفيس، فهدي واحده سيرفيس مثلا للتيم الفلاني، الثانيه للتيم الثاني وهكذا. عايز بقى انا اتابع الشغل هعمل ايه؟ هكلم مثلا كل تيم اقول له انت وصلت فين في السيرفيس اللي عندك؟ ايوه وصلنا كذا كذا كذا. التيم الثاني وصلت فين للسيرفيس اللي عندك وهكذا. فبيديني تحكم اكتر في الديفلوبمنت والتستنج والديبلويمنت، خصوصا اللي هم برضو بقول تاني اللي هم شغالين بطريقه الايه الديف اوبس، اللي هي منها السي اي سي دي اللي هي كونتينوس ديليفري وكونتينوس انتجريشن تقريبا. تمام. فيعني الموضوع ده هو طبعا بيسرع الدنيا وبيديني كنترول اكتر. طيب طبعا هي برضو سيلف كونتيند، بتخلينا ممكن نعمل تشينج بعدين ومينتيننس سهل برضو. ديستريبيوتد اركتكتشر اولسو لند، بتهيألي الكلمه دي غلط، تند تقريبا. المهم يعني اللي هم بيبقوا اكتر لوزلي كابلد زي ما احنا اتفقنا برضو، اللي هم كانهم عباره عن موديولر ابلكيشنز، يعني كله بيبقى كانه عباره عن موديول او جزء مستقل بايه مستقل بذاته. طيب وهنا طبعا نتكلم تاني على مصطلح الموديولاريتي، هو يعني ايه الموديولاريتي؟ اللي انت براكتس اوف انكابسوليتنج بورشنز اوف يور ابلكيشن تو سيلف كونتيند سيرفيسز، برضو نفس الكونسبت اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه من ساعتها، اللي هو انت بتخلي كل سيرفيس لوحدها سيلف كونتيند، يعني جواها مثلا الداتابيس بتاعتها او جواها حاجتها، الحاجه اللي انت محتاج كل سيرفيس جواها الحاجه اللي هي ممكن تحتاجها. تمام. وبيقعدوا بقى يتواصلوا مع بعض بالطرق اللي احنا قلناها. Modular architecture also support the notion of a favoring rewrite over maintenance allowing architecture to be refactored or replaced، يعني هي بتسهل عليك حوار الريفاكتور اللي انت تعمل ريفاكتور بسهوله للكومبوننت من غير ما تاثر على اي كومبوننت ثانيه، انت بتكون مطمن ان كده كده اصلا طالما هم سيلف كونتيند طالما هم مودولار يبقى انت لو عدلت في الجزء الفلاني تمام يبقى مش هياثر اي حاجه على الجزء الثاني. على سبيل المثال عندك بي دي اف مثلا قسمته ل10 اجزاء وبدات تتعامل مع كل جزء لوحده، لو انت عدلت في بارت واحد ملوش دعوه ببارت 10 صح ولا لا؟ كل واحد ايه لوحده. لو انت كتبت حاجه تانية في بارت واحد ملوش دعوه برده ببارت 10. ماشي. Distributed architecture disadvantage طبعا هيبقى فيه complexity، يعني دي بقى الـ يعني احنا كل ده كنا بنتكلم عن مميزات اللي هي سكيل مش عارف ايه وكلام من دهوت اللي هي سيلف كونتين وكلام من ده. اما لما نيجي نبص بقى على الديس ادفانتج هنلاقي ان في كتير الصراحه، ان مثلا الكومبلكسيتي بتعلى جدا، يعني تعقيد الكود نفسه بيبقى كبير او التوصيله دهيت او حوار الانتجريشن ده في حد ذاته اصلا معقد، الكوست التكلفه بتبقى اكبر، اللي انت حاجه اسمها سيرفيس كونتراكت هنتكلم عليها كمان شويه، اللي انت تختار الريموت اكسس بروتوكولز، مش احنا كنا اتفقنا اللي احنا شفنا اكتر من بروتوكولز هما بيتكلموا بيه كل الحاجات دي الريس والسو والمش عارف ايه الكلام من ده. طب انت بقى واحد تختار اي بروتوكول مثلا عشان يتكلموا مع بعض، انا دلوقتي عايز اكلم السيرفيس الفلانيه هل اكلمها مثلا بالريست ولا المفروض اكلمها بالسوب ومش عارف ايه، الموضوع ده برده ممكن يبقى ايه ممكن يعني يبقى فيه صعوبه. طيب dealing with unresponsive or unavailable services هنتكلم عليها برده بالتفصيل، اللي هي ممكن مثلا ان سيرفيس اصلا ما تكونش متاحه، يعني هي مرفوعه بالفعل او موجوده بس بكلمها مش بترد تمام، او بكلمها بترد عليا متاخر جدا، فدي برده بتسبب لي مشكله في السيستم انتجريشن. اللي انت تعمل لها سكيور طبعا برضو السيرفيس دي انت اكيد محتاج تحط عليها مثلا ليفل اوف سكيورتي، اكيد دي مثلا فيها داتا معينه مش ما ينفعش تطلع، او اكيد فيها مثلا حاجه ما ينفعش يحصل فيها بريتش، فانت لازم تعمل لها سكيورتي كويس. وطبعا اللي انت برضو تمانج الايه ديستريبيوتد ترانزاكشنز اللي هي التعاملات التجاريه، برضو لو انت عايز مثلا تخيل ان في ترانزاكشن هيعدي على اكتر من 10 سيرفيس تمام، فاللي انت علشان تتابع ان السيرفيس بتمشي من هنا لهنا 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 فانت ممكن برضو ايه يبقى في صعوبه في الموضوع يعني. طيب اتفقنا اللي احنا هنتكلم على السيرفيس كونتراكتس اللي احنا اتفقنا عليها هنا تمام، اللي انت تمانج سيرفيس كونتراكتس اتفقنا ان دي ممكن تبقى حاجه صعبه. طب هي ايه اصلا السيرفيس كونتراكتس؟